السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة من برنامجنا الوطني إنجازات وطنية. وضيفنا لهذه الحلقة سعادة رجل الأعمال المعروف السيد حسن الهندي، صاحب مشغل جنة ألواحة للصيانة في أصويلح المنطقة الصناعية. سيد حسن الهندي، مرحب فيك برنامجنا الوطني إنجازات وطنية، وبنحكي لك كل عام بخير بمناسبة سنة 2017. إن شاء الله تكون سنة خير على الجميع. إن شاء الله على الجميع، على الوطن كله. أكيد. سيد حسن الهندي، بالبداية أنت أشهر من أن تعرف في هذا القطاع وفي مجال الإطارات أيضا وغيار الزيت والبناشر وعدة قطاعات مختلفة. حابين نعرف السادة المشاهدين أكثر، من هو السيد حسن الهندي؟ تفضل سيدي. حسن خليل الهندي، مواليد 1957. نعم. بعمل في هذا القطاع من 30 سنة. ما شاء الله. خريج الكلية العربية في 78. جميل. محاسبة. جميل. يعني سيد حسن الهندي، نتحدث الآن عن تأسيس مشغل جنة ألواحة للصيانة، متى تأسس؟ 1980. نعم. كخبرتك ولك الباع الطويل في هذا القطاع، كيف ترى تطور هذا القطاع في الأردن، القطاع الصيانة والإطارات وغيار الزيت؟ مش بطال. يعني في تطور؟ في تطور طبعا. نعم. نتحدث الآن عن أهم وأبرز الخدمات في هذه المؤسسة. المؤسسة هاي العمود الفقري تبعها الإطارات. نعم. اللي برافقه اللي هي البطاريات، بطارية السيارات. نعم. بالإضافة إلى هيك صيانة الكهرباء والزيوت. نعم. نتحدث الآن عن استيراد وتصدير، أكيد لكم لديكم استيراد وتصدير، هذه القطع من أين؟ هسا الاستيراد البوابة مفتوحة، يفضل هو من أوروبا. نعم. شو السبب؟ لأنه معفي من الجمارك. جميل. بتواجهوا أي مشاكل أو معوقات سيد حسن؟ والله الحمد لله لا. لا توجد؟ لا. ضريبية، جمارك؟ ما الضريبة تمام والأمور ماشية ممتازة. والجمارك. جميل. يعني سيد حسن، كيف ترى إقبال المواطنين لهذا القطاع، صيانة قطاع الصيانة من إطارات وغيار زيت، كيف ترى إقبال المواطنين؟ الإقبال الآن ضعيف لأنه الإمكانيات ضعيفة. يعني الظروف الاقتصادية أثرت؟ أثرت كثير بشكل سلبي طبعا. نعم. سيد حسن، ما هي الطموحات والرؤية المستقبلية؟ يعني إن شاء الله الله يديم الأمن والأمان على جميع الدول العربية، مدى وجد الاستقرار وجد الاستثمار. ما هي الطموحات والرؤية المستقبلية بالنسبة لي شخصيا؟ أكيد أكيد لكم طموحات. أنا والله يعني إلي خاطر أو مفكر أفتح خطوط استيراد لمصلحتي أنا خاصة. يعني شغل حر نحكي بقى. نعم. استيراد إطارات، وإن شاء الله الله يوفقنا واستيراد بطاريات إن شاء الله. الله يوفقكم. نساهم في حل المشكلة، تخفيف المشكلة الأسعار، يعني محتكرة شوية هي. نعم. كل واحد بحط اللي بده إياه، الأسعار نجيبها تكون سعر مناسب للمواطنين للجمهور، يعني الإطارات والبطاريات. جميل. يعني سيد حسن، تحدث عن عدد الكوادر داخل هذه المؤسسة. إحنا خمسة. من جيل الشباب، من الكفاءات. آه. من الخبرة. خمس أفراد اللي ما شاء الله. نعم. نعم. سيد حسن، نحن نعيش بمنظومة نعمة أمن وأمان، والحمد لله لنعمة الأمن والأمان. لو قدر لك أن تقابلت مع جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين في ظل هذه القيادة الحكيمة، في ظل هذه القيادة الرشيدة، ماذا ستقول له عبر هذه الشاشة؟ للملك. أكيد. أول شيء ببوسه، وثانيا بقول له يعني بدنا رعاية أكثر للشعب، خاصة الطبقة الفقيرة. الضغوط صارت كبيرة على الناس. نعم. ارتفاع كهرباء، ارتفاع بنزين، يعني ارتفاع, ارتفاع ارتفاع ارتفاع. نعم. جميل. نعم. كلام جميل، كلام جميل سيد. نعم. حسن، يعني حماة الوطن عيني سائر، شو بتحب تجيلهم رسالة؟ الله يعطيهم العافية. الله يعطيهم العافية. نعم. الله يعطيهم العافية. نعم. والله يقويهم ويزيدهم قوة. نعم. مشان يحافظوا على الأمانة في البلد هاي. نعم. سيد حسن الهندي، الله يديم الأمن والأمان زي ما ذكرت سابقا. آمين يا رب. مدى مجد الاستقرار وجد الثمر. الله يحملنا. نعم. هذا الوطن. الله يخلينا جلالة الملك. آمين. الله يخلي لك يا سيد حسن. يعني الشعبية من أين جاءت لمشغل جنة ألواحة للصيانة؟ أكيد قناة جوسات ما بتيجي إلا للشعبية، للتميز، الكفاءة والخبرة بالعمل. والله الحمد لله، يعني شعرنا الصدق مع الناس. نعم. من يوم ما فتحت المحل هي سياستي، اخدم الإنسان وتطلع على قدام. هاي سياستي أنا، طلع على قدام إنه بكرة بتستفيد منه أكثر، بكرة بيجيب لك أخوه، بيجيب ابن عمه، بيجيب صديقه، مش الموضوع أنك تستفيد منه في عملية واحدة وانتهى الموضوع. سياسة التعامل مع الناس على الدوم. كلام جميل. يعني من صار على الدرب وصل ويكون. نعم. مجتهد النصيب. بضم صوتي إلى صوتك سيد حسن. حابين نحدد السادة المشاهدين موقع مشغل جنة ألواحة للصيانة وأرقام الهواتف للتواصل عبر هذه الشاشة. نحن سيدي صويلح المنطقة الصناعية، عمارة 29. تليفوننا 0799
4311169 و0371819. جميل، ارقام الهواتف ستظهر على الشاشه عن زميلنا مدير التصوير السيد ضياء بدران. منارك توفيق سيد حسن، بارك الله فيكم في هذا المشغل، ان شاء الله تتطوروا للامام، تفتح فروع اخرى ايضا، والشغل الحر اللي ذكرته قبل قليل. وفي نهاية لقاءنا أعزائي المشاهدين الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل للسيد حسن الهندي صاحب مشغل جنة الواحة للصيانة في صويلح المنطقة الصناعية. أتمنى لكم التوفيق، وشكرا أيضا لدعمك لبرنامجنا الوطني إنجازات وطنية عبر شاشة قناة جرسات الفضائية الأردنية. نحن شرفنا فيكم، الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا.